اهلا، السلام عليكم مشاهدين قناة كوثر. اخبارك؟ كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ نتوما مزيان. فيديو جديد على القناة ان شاء الله. وهذا الفيديو ده غادي نهضر لكم فيه على لي زاباراي اللي كيكونوا خاصين بلاسيغ او لاسيغ والواكس بجوجهم. المهم، عندي لاباراي ديال الواكس وعندي لاباراي ديال لاسيغ ديال الكرشوشه. ما عنديش هذيك الكبيره ديال الصالونات اللي كيكون فيها كتكون فيها لاستيغ كامله، كتكون فيها كتبع بواطه بحال شغل نقول لكم، بحال هذوك الحكيكات ديال بحال هادو. ها هما يقدامي، هادي كتكون بحال هادي وهي كتغطى حتى الهضره ماشي مشكل. كتكون بحال هادي وكتغطى بالغطايه بحال الستايلات ديال الصباغ، وهما صغار بحال هاد القياس هذا. كتكون كتغطى كتخشى فيها وكيكونوا فيها الكرتوشات ديال لاسيغ بحال هادو. هادي البنات انا بالعاني خليتها هكا تتوسخت تقلقات التقليقه ديال الغدايد باش نوريكم كيفاش يمكن لكم تنقيوها. انا هنا دايرها كتسخن باش تحيد ليا هادي باش ننقيها معاكم. هادي البنات هي لاباراي اللي كتكون خاصه كيكون فيها هاد البريد بحال هكا كيتحيد وكيركب، والغطايه ديالها وكتخشى فيها الكرتوشه. بالنسبه لكيفاش كندير حتى نحيد هذه، كنحكي كنديرها البنات تسخن واحد شويه، ما تخليوش تسخن حتى تذوب، وكديريها كدوزيها هكا بالموسي على الجناب ولا مقص وكتنطريها. وراه كاينه واحد اللعيبه ديالهم كتباع حتى هي، ما عرفتش واش كاينه عند مالين الماكياج. المهم كاينه واحد اللعيبه كتباع باش كطيري الغطايه ديالها. الا بغيتي تستعمليها بحال هكا الدوفي ولا لي زيسيل، ولا يمكن لك تحيدي الغطايه، اولا يمكن لك تستعملها المنطقه الحساسه باش كتحيدي الغطايه باش كتهزي هذه. هاي دابا تحيدات. المهم غادي نخليها بحال هكا وغادي نحيد لاباراي من البريز، وغادي نوريكم كيفاش يمكن لكم تنقيوها. المهم هضرت لكم على يمكن لكم كيفاش تستعملوا. اما الا بغيتي تستعملي بلاتي البنات نهضر لكم على هذه. اما الا بغيتي تستعملي هذه على حساب يديك كتخلي هذا، ومي كنبغيو نستعملوها ضروري كنديرو شويه ديال القطن باش كنعرفو مثلا الاتجاه ديال الزغب ديال يدينا كيكون غادي هكا. كندوز كندير القطن والبوربو، كندوز بحال هكا على داك البوربو بحال هكا، كندوزو على يدي كنشوف الاتجاه ديال الزغب فين غادي. من بعد كنولي كنخدم كنخلي هذا الراس هذا وكندوز بحال هكا، كندوز على حسب الاتجاه ديال الزغب فين غادي. صافي كندوز بحال هكا وكنلصق الكاغي. الكاغي تبعنا كنلصقو هكا وكنطر هكا، مكنطرش هكا، كنطر كنطلع يديا هكا حيت الزغب هابط لهاد الجهة. الا نطرتو من هاد الجهة غادي تقصحي وما غاديش تحيد، ولكن ما يتحيدلكش من الجذر، غتبقى الزغبة كتبان بحال الا مهرسة. المهم هكا كنخدم بحال هكا وكنطر هكا للجهة الاخرى. هاد بالنسبه لهادي. وحتى داك الراس الفوقاني يمكن لك تستعمليه حتى على حساب رجليك، ويمكن لك تستعملي المهم رجليك من الفوق للتحت كتستعملي. وبالنسبه لهذا الراس راه كتحيديه على حساب الا كنتي بغيتي تستعمليها. الا كانت عندك هاد لاباراي بغيتي تستعمليها لجوج د المرات، يعني بلا ما تكون عندك لاباراي ديال الواكس، كتحيدي هاد الراس هذا وكتستخدميه على حساب هذا، على حساب الدوفي وعلى حساب لي زيستيل والمنطقه الحساسه. اما الراس راه كتخليه على حساب اليدين والرجلين كومبلي، كتخلي داك الراس. الا ما كانتش عندك لاباراي ديال الوكس، الا كانت عندك لاباراي ديال الوكس راه هذيك كتستعمليها غير على حساب يديك ورجليك صافي. والواكس راه كتستعمليه لكلشي، كتستعمليه للدوفي وكتستعمليه لحجبانك. انا ما كنحيدش حجباني، عمرني نتفهم حيت اصلا انا ما عنديش، عندي رقيقين وكنطراسيهم غير بالقلم وصافي. هذا ما كان. بالنسبه للاباري كيفاش كتنقيها، انا نعطيكم واحد الطريقه اللي كيديروها في الصالونات. المهم اتجيكم الطريقه شويه في شكل، انا كنشوف الفيديو ديال الناس كتمشي هاد لاباري وكتغسلها، كتغسليها غيدخل لك الماء لهنا ولا يدخل لك الماء لهنا، الله يسر. نمشي ديريها ولا تمشي تشعلي شي عافيه الله يسر، ولا ديري لهذا ولا يرضعك الضو ولا ما نعرف الله اعلم. المهم كيفاش كنضفو لاباري ديالنا، كناخدو البنات هذا الدوليو ولا ما عرفتش ليسانس
لالكول لالكول كتاخديه من عند الدروغري، ماشي اللي كنعقمو به، لا ماشي ديال الفارماسيان، ماشي ديال هذا اللي كتكون قرعتو بحال هكا كتنظفي به لاباراي. هذا البنات ما عرفتش، ما عنديش، يعني ها هو محلول اصلا. اوه ريحته، ولكن ريحته ريحه اللي بغات تسمكر. كتاخدي شويه كديريه في القطن بحال هكا، شويه في القطن وكتنظفي به، قطن ولا دره ولا كنينكس، المهم اعشرها الريحه. غنحطها حدا الضو غنصدق دايره شي مور صايبه. المهم البنات هانتوما هي كتاخدو لاباري ديالكم وكتبقاو تمسحو. هذا هكا كيتمسح، هاد الشيء بحال هكا كيتحيد، هي غتمحلني شويه ولكن المهم احسن من الماء. هادي كيديروها البنات في الصالونات، هاد الشيء باش كينظفوا لي لاباري ديال كنظفوها بهذا. هانتوما هاو بنتبل مهم البنات، هاهو هانتوما هي هاهي. شوفوا من هاد الجزيرة كانت موسخة، هو الوسخ كامل اللي كاين هنا كيتحيد. ومن طبيعه الحال ملي نمسحها بحال هكا ما نستعملهاش تطير من هذيك الريحه، نحطها تهوى في شي بلاصه، ولا ندير شي دره فيها شويه ديال جافيل، ولا شي شويه ديال ثاني كروا، ولا شي حاجه ومسحها باش تمشي ليا هاد الريحه اللي مجهده، ريحه هذا ديال التشمكير اللي بغات التشمكه. صافي كتمسحيها بحال هكا، راه غتلاحظوا تانتوما هي الفرق. ها انا نوريكم هانتوما، شوفوا هاد الزيه هادي، وشوفوا هاد الزيه هادي، وشوفوا هادي ها كيبان هنايا الوسخ، هنا باقي الوسخ. صافي كتنضفوها بحال هكا، صافي انا غادي نبقى البنات غادي نمسحها كامله. هذا غادي نوريها لكم، ماشي دابا ما غاديش نوريكم كيفاش تمسح، المهم انا هي وريتكم عطيتكم باش كيمسحوا لي زاباري اللي كيخدموا بهم في الصالونات، ولا كانت عندك في الدار تمسحيها راسك بهذه الطريقه هذه. من بعد هذا نكملوا في الاخر ديال الفيديو، غادي نوريكم كيفاش رجعت نقيه كتشعل معنينا. دابا غادي نوريكم الواكس، الواكس البنات زوين وحسن من لاستيغ. بالنسبه لاستيغ كتستعملي فيها سلاليه، انايا الرولو ديال هذايا ب60 درهم، راه كيضرب لك الاعوام. انا راه كان عندي الله سلاليه مؤخرا، وكنت كنصايب به انا، كتصايب به اختي، وفاش وبقى عندي من الايامات اللي كنت كنقع، تقريبا دابا شي عامين فاش كنت باش كنت قريت هذا الدبلوم هذا، بقى عندي من الايامات اللي كنت كنقرا بها، كنت شريته وكان بقى عندي وكنت كنخدم به. وشوفوا شحال هو عندي، راه عامين هو عندي، يعني راه كيدي لك مده طويله، راه ما تنقي به، احسن ما تبقايش تشري بهذوك الطروفه بحال هكا 3 دراهم 4 دراهم 6 دراهم، اللهم تاخدي الرولو كامل كيتباع ب60 درهم وكيبقى عندك كيضرب لك مضر، يضرب لك عامين، يضرب لك على حساب انت كيفاش كتستعمليه. الا كنتي بالنسبه للرجلين كاملين راه كديري فيهم جوج ورقات، يدك كديري فيهم جوج ورقات، ليزيستير كديري فيهم على حساب ورقه ورق جوج ورقات حتى هما. المهم والمهم كتحاولي ما ديريش الكونتيتي كثيره. بالنسبه للواكس انا نوريه لكم البنات، ها هو انا ما خديتش الباكيه كامله، الباكيه كامله كدير 100 درهم، وهادي كيقسمها وكيبيعهم ب20 درهم، انا هادي كنت خديتها ب20 درهم. ما انا ما نكذبش عليكم، واش 20 درهم واش كثر واش قل، قال لي هو 20 درهم، ولكن ما عرفتش واش 20 درهم واش كثر واش قل، حيت كنت خديتها مع بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للواكس البنات ها هويا، صافي كيكون في الالوان، كيقول لك على حساب الغوز، الغوز ما تيتفحش ولا بحال هو الغوز حسن، ولكن المهم هذا تا هو زوين.
كي المهم انا نوريكم لاباراي ديالو. لاباراي ديالو حتى هي البنات كدير 100 ما بين 100 حتى 120 درهم على حسب انتي واش الشطاره ديالك. ها هي لاباراي البنات، راني استعملتو، خليت الكرطونه حيت ما عنديش البلاصه فين غادي نحط، ما عنديش البلاكار فين غادي، كاين البلاكار ولكن ما عنديش بلاكار خاص بهذا الشيء. هذا حطا هذاك الشيء ديالي انا هنايا غير فواحد الشبيكات، تنقاد واحد الطبيله فين غادي نخشي هذا الشيء ديالي. المهم البنات ها هي لاباراي، راني استعملتها، كتكون فيها هاد الغطايه هادي، كيكون فيها هاد السطيل هذا ديال الاينوكس، وكتكون فيها هادي ديال الاينوكس من الداخل هنا فين كدوز السخونيه وكدوز الهواء. ها هو عندي هنايا الواكس ملي خدمت فيه، حتى هو البنات حتى هو زوين في الخدمه، ونفس الطريقه ديال لاسير، غير هويا ما كيقصحكش بحال لاسير، وعوض ما تبقايت دهني جيبي الورقه كدهني وكتسناي ينشف وكتحيدي. انا راه ما كنحيد لا دو انا راه ما كنحيد لا دو في لحجبان انا هذا مخليها غير على حساب لي زيستيل، بحال هكا يديا رجليا وصافي هادشي اللي كاين. المهم بالنسبه للاباراي ديال الواكس، ها هي كما شفتوا حتى هي كتنضف البنات بنفس الطريقه ديال الخر. وكاينين البنات لي زاباراي اللي كيكونوا بحال هادو هما يا كيصفيو دابا بحال مثلا في الصالونات. والصراحه هذيك لاباراي خايبه، انا نقولها لكم. كاينه لاباراي انا نقول لكم اش كدير، كتذوب الواكس ياك، مثلا جيت انايا كليانه في الصالون وخدمات ليا انايا ياك، هذاك الوقت عوض ما ترميه كديرو في واحد، كاينه في لاباراي كديرو في واحد الشبيكه كيذوب وكيتصفى منو حاجاكم داك الزغب، وهو كيذوب وكيهبط، هذاك الزغب كيبقى معزول في واحد الشبيكه، ولكن هو كيذوب وكيعاود يهبط وكتعاودي تخدمي به لوحده اخرى. وانايا ضد هذه الفكره هذه، من الاحسن هاد لاباراي هذه احسن من هذوك لي زاباراي اللي كيصفيو الزغب. انا هادي شفتها هكا بعينيا كتخدم. المهم كتشوفي على حسب درجة الحرارة، كنتي مزروبة راه غادي ديري سخن كامل ياك، ومن بعد غادي تنقصي باش ما يحرقكش صافي، وكتبقاي تخدمي بها وهي خدامة بطبيعة الحال، ما خاصكش تطفيها صافي. هذا ما كان، هذه هي لاباراي، وهذا هو الواكس، وهاد العبيدات هما باش كتخدمو صافي. كنكون وصلنا بحال هكا النهايه ديال الفيديو، انا غادي نخلي لكم كيفاش نظفت لاباراي، غادي نمسحها وغادي نخلي لكم كيفاش نظفتها، نخلي لكم في شي تصويره كيفاش جات هكا كنظفها صافي. كنقول لكم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني بلي لايك وتابوناو في لاشين، والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، نتلاقاو في الفيديو الجاي.